نروح لمحافظة عروس البحر الأبيض المتوسط، والحقيقة محافظة هامة جدا وهي محافظة الأسكندرية. وإحنا معانا على التليفون سيادة اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وانتم طيبين. وحضرتك طيب سيادة المحافظ، وخليني أبدأ مع حضرتك بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتجريدات الأمنية داخل المحافظة فيما يتعلق بالحركة، وخصوصا على مدار اليوم النهاردة. أولا معلش أنا بكلمك بقى من على الكورنيش، كنت أتمنى كاميرات إكسترا نيوز تبقى موجودة معانا النهاردة تشوف الالتزام الكامل من المواطنين. موجودة يا فندم، موجودة. هو من سوء حظي انها مش موجودة معايا دلوقتي انا بس، لكن هي متواجدة مع حضرتك. انا ما التقيتش معاهم، انا مريت بطول الكورنيش اعتبارا من الساعة 7 الصبح، انا والجهات التنفيذية كلها، والتواجد الامني يعني حاجة رائعة، وكل الاجراءات الاحترازية اللي قال عليها دولة رئيس مجلس الوزراء النهاردة مطبقة بالكامل. اسكندرية النهاردة يعني احنا كنا نتمنى يبقى ضيوفنا موجودين، لكن نظرا للظروف والازمة اللي احنا فيها النهاردة شم نسيم هنقضيه مع أسرنا في البيوت إن شاء الله. لكن أحب أطمن حضرتك وأطمن السادة المشاهدين، يعني النهاردة التزام كامل، كورنيش مفيش بني آدم، الشارع نفسه مش الكورنيش بس، الشارع نفسه السيارات مفيش أي سيارات، كل الحركة بتبقى داخل المدينة من الداخل، لكن الكورنيش منتهى الانضباط ومنتهى الالتزام، وده حاجه كويسه طبعا، لان احنا عانينا في الفتره اللي فاتت الجمعه اللي فاتت من طبعاً التزاحم على الكورنيش، فده بعتبره النهارده حاجه كويسه، وربنا يعني يكمل لنا اليوم على خير ان شاء الله. وفي نفس الوقت احنا بنقول لكل اهلنا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد شم النسيم اللي بنقضيه في المدن ان شاء الله. يعني الحمد لله سياده المحافظ، حضرتك بتطمنا انه يعني الوضع يعني على خير ما يرام في الاسكندريه. يعني النهارده الوضع بالكامل على ما يرام، وحاجة مشرفة وحاجة مثال يحتذى به لكل المحافظات في الجمهورية كلها إن شاء الله. الحمد لله، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله وتذول هذه الغمة، يذول هذا الوباء، ويعود عشاق عروس البحر الأبيض المتوسط مرة أخرى إلى الأسكندرية. كل الشكر لسيادة اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية.